يا شباب الدين، يا شباب ديننا هبوا، وانصروا بسلاحكم هبوا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، إخوة الإيمان والعقيدة، إن تقسيم البدعة إلى بدعة هدى وبدعة ضلالة لا ينكره إلا جاهل مكابر، وإن الذين نصوا على ذلك من أهل العلم كثيرون، منهم الإمام الحافظ العلامة الفقيه أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المتوفى سنة 676 للهجرة، في كتابه الذي سماه تهذيب الأسماء واللغات. هذا الكتاب طبع دار الكتب العلمية، طبعة الأولى سنة 1428 للهجرة. في الصحيفة 276 يقول النووي: البدعة بكسر الباء في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة. انتهى كلام النووي. هذا ما عليه كبار العلماء، وهذا ما نحن عليه، والحمد لله أولا وآخرا. قال الشيخ الإمام المجمع على إمامته وجلالته وتمكنه في أنواع العلوم وبراعته أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله ورضي عنه في آخر كتاب القواعد: البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة. قال: والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، أو في قواعد التحريم فمحرمة، أو الندب فمندوبة، أو المكروه فمكروهة، أو المباح فمباحة. انتهى ما جاء في كتاب تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي رحمه الله. هذا والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وأبدا. الهجرة في هذا الكتاب في الصحيفة 277 يقول النووي: وروى البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي عن الشافعي رضي الله عنه قال: المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما ما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا، فهذه البدعة الضلالة، والثانية ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من العلماء، وهذه محدثة غير مذمومة. وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام شهر رمضان: نعمت البدعة هذه، يعني أنها محدثة لم تكن. هذا آخر كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه، وهذا ما نحن عليه، والحمد لله رب العالمين. يا شباب الدين، يا شباب ديننا هبوا، وانصروا بسلاحكم هبوا. يا شباب ديننا هبوا، وانصروا بسلاحكم هبوا. فاستنفروا في الأرض لا تهنوا، دكوا معاقل للعدا كفروا. فاستنفروا في الأرض لا تهنوا، دكوا معاقل للعدا كفروا. دكوا معاقل للعدا كفروا. قم يا أخي وارمي بكل لظى، دمر وفجر من علينا طغى. قم يا أخي وارمي بكل لظى.
مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نال، فآل المصطفى أكرم بآلي، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. نجوما في سماء العز صاروا، لهم نور تلألأ كاللآلي، كرام والسخاء لهم رداء، وفيهم جمع الطيب الخصال. خصال جملتهم طيبات، كغرس جاده قطر الطلال، فما احتاج الفقير لهم سؤالا، عطاياهم تنال بلا سؤال. مقام في الدرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا.